شروب العز والخير والله العظيم، وبشروب الوقفة اللي تعز في صباح هذا اليوم، وتهديه إلى الذهبي وإلى جماهير هجن الشحانية. تهانينا والناموس، تهانينا على اختطاف الواعية بدون أي أوامر وبدون أي تعليمات. ناموس الشوط الأول الرئيسي لفترتنا الصباحية، حيوها، تستاهل التحية، تستاهل التحية الواعية يا جماهيرنا الأعزاء. تنتزع الشوط الأول والنيسان بترول ستيشن في صباح هذا اليوم. كثر الزعفران يا فتحي يا رمضان، تستاهل الزعفران، عطوها الزعفران، عطوها طاسة الزعفران هذه الواعية. تهانينا والناموس بدون أي أوامر. كادت أن تنقضي 12 ثانية، 12 دقيقة اليوم كادت أن تنكسر تحت أخف الواعية بدون أي أوامر. تهانينا والناموس. نيسان بترول ستيشن تيتانيوم في انتظار احد الفائزين، احد الرابحين، احد محقق الناموس في هذا الشوط. هنا العطية يقدم غشام، هنا جابر بن سالم بن فران يقدم حشيم، لكن المركز الاول غشام. غشام يحظى بالسيارة نيسان بترول ستيشن تيتانيوم اخر موديل 2018. شكلها جميل، يا سلام، اللون ابيض، طبعا اللون ابيض. الله، تهنئة يا العطية، تهنئة يا العطية، مضمر غشام على انتزاع وتحقيق السيارة. المركز الثاني حشيم الهجن ولكن الله غيرت مشاهدينا الكرام. مبعدة مع الصدارة تنطلق في هذه اللحظات مع أول المراكز. مبعدة تباعد وتنطلق لهجن الشحانية. الذهبي حاضر في هذا الصباح، قدم أيضا، يقدم جديدة، يقدم هذه الأسماء في انطلاقات رائعة ومميزة. هنا مع مبعدة لهجن الشحانية من تظفر بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. والثاني أيضا للذهبي سالم بن فاران المري، هنا مع لحظات الوصول وانطلاقة مبعدة. بينما أتابع ثاني المراكز، وصلت مشاهدينا الكرام هوادة لهجن الشحانية. ثالثا كان مبلش يا بلش يتكمم، مبلش خادم على المركز الثاني. الله يا مبلش يا سلام يا مبلش بشعار هجن الشحانية. الله 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 على هذا التحدي. ومبلش يا سلام، سلام يا الشبل، سلام الشبل جابر بن سالم بن فران. الله يا مبلش، ما هذا يا مبلش، وهذا الانطلاق الأقوى والأروع، وهذه الماركة. يا سلام سلام هجن الشحانية، سلام سلام وتحية واحترام، والتهنئة موصولة للشبل جابر بن سالم بن فران المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. أعلنت المغادرة إلى خط النهاية. يا سلام يا زيارة، زيارة تنطلق بالمركز الأول. زيارة هنا تعانق ناموس هذا الشوط، ذاهبة إلى النصر، ذاهبة إلى ناموس هذا الشوط بانطلاق ممتاز وتحدي رائع وجميل من هجن الشحانية. الذهبي يقدمها سالم بن فران المري، ينطلق بزيارة إلى خط النهاية لتعلن أنها بطلة هذا الشوط مؤكدة هذا الاندفاع الجميل. نتابع زيارة أيها الإخوة الكرام، تصل إلى بر الأمان، إلى خط النهاية، لتكون هي العلامة الفارقة في هذا الشوط. تهانينا والناموس للمؤسسة العملاقة هجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. حلوة من وصل ثانيا من هجن الشحانية. الله
قل ميمة، قل ميمة لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري الذي يقدم لنا قل ميمة بعدما انتزعت هنالك سيف دولة الكويت هنالك مع ميدان الشهيد بانطلاقتها بعنفوانها هنا متواجدة بعد الانطلاق والتحدي كذلك من مضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وسلمت يمينك يا جابر، سلمت يمينك يا جابر على هذا الأداء التي وصلت إليه قل ميمة بعروضها الشيقة وتحدياتها إلى خط النهاية. تهانينا وألف مبروك لهجن الشحانية والثاني كذلك للشبل جابر بن سالم بن فاران المري ثانيا.